هنشوف يلا اول حاجه الكشري الحلو ازاي هنقدر احنا ننفذه مع بعض. اول حاجه بجيب عندي حل عندي وبنحط هنا لتر من الحليب. انا هعمل الرز باللبن اول حاجه. لتر من الحليب كامل الدسم. اللتر عليه كوبايه الا ربع من الرز، كوبايه الا ربع من الرز بس. تمام اهو، كوبايه الا ربع من الرز المصري، ما تكتريش عن كده. هو ده تمام جدا. بناخد الكلام ده هو كله، يا ريت طبعا لو انت في البيت تعمليه تنقعيه شويه وبعد كده تقومي حطاه على النار على طول، نار تكون اقل من متوسطه. نديله كده تقليبه ونروح واخدينه. بعد ما يتنقع لمده ساعه او ساعتين اتنين تبداي تاخديه على النار. ده يطلع لك الرز بلبن 10 على 10. الرز بلبن الصح الصح ما بيتحطلوش نشا خالص، هو النشا اللي بتبقى موجوده، النشوات اللي بتبقى موجوده في الرز هي ديت اللي بتربط معاكي اصلا الرز. طب عشان كده الكميه مهمه جدا انك تظبطيها، كوبايه الا ربع على لتر من الحليب كامل الدسم. ماشي خلاص كده حطيناه على طبق يعني على نار متوسطه. نبدا ان احنا نشغل عليه لحد ما يبدا اللي هو يعني الرزايه تستوي معايا، ويبقى ده اول حاجه ان شاء الله في الموضوع. طيب في بقى الكريم شانتيه اللي احنا بنعمله للكشري برضو عايز اوريه لك، وهو ان الكريم شانتيه طبيعي ان احنا بنحط لها حليب مثلج او ميه فيها تلج، صح كده؟ لا احنا مش هنعمله كده، احنا هنعمل الكريم شانتيه حليب عادي جدا، يعني هتطلعيه من التلاجه وتشتغلي بيه على طول، عشان انا عايز الكريم شانتيه تبقى ايه؟ تبقى سايله. حلو؟ جديده دي صح؟ طيب تعالوا نشوفها. ادي الكريم شانتيه كوبايه، نحطها هنا، تبقى فيها سكر، وما تحطيش في الحليب ايه تلج. هنحط عندي كوبايتين اتنين، اخفق كده الاول قبل ما اشغل مضرب السلك عشان البودر ده ما يطلعش عليا كده، واشغل بسم الله. زي ما اتفقنا محتاجين الكريم شانتيه تبقى سايله، ما تبقاش ماسكه. ماشي هوريك الفكره بتاعتها دلوقتي، هحاول اعلي شويه. بس كده عايز ازود شويه ميه كمان لان الكميه كانت كتيره شويه. بس دي كده الكريم شانتيه بتاعتي بقت مظبوطه كده. نبص عليها كده، بص على القوام بتاعها عامل ازاي اهو. ماشي دي القوام اللي انا محتاجه من الكريم شانتيه اللي انا عملته. ما تخفقهاش اكتر من كده عشان هنحتاجها للكشري بالشكل ده، ونحطها عندنا في التلاجة دلوقتي وبعد كده نبقى نجي لها تاني. ما تضربش كتير، دوبك بس تعمل معايا الكميه بتاعتها يعني نص كوبايه على كوبايتين اتنين من الحليب. ناخد بقى عندنا الجلاش اللي هنبدا برضو نحمصه عندنا في الزيت. لفه جلاشه اهيت، يلا يلا يا كمان شرايح. بعد كده اخد شويه شويه كده نقطعهم كده عشوائي بشكل عشوائي، الموضوع سهل جدا اهو. ومش هعمل بسمنه، هشتغل عندي بزيت حبان الشمس من عافيه، هو ده اللي هحمص بيه الكنافه وهحمص بيه كمان الجلاش اهو كده. ومش هياخد شربات، شويه سكر بودر عليه والموضوع خلص. بص قطعناه عامل ازاي اهو، نمسكه كده بايدينا كده اهوت ونبدا ان احنا ادي اللفه الصغيره اللي احنا جايبينها بقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طيب بجيب عندي صاج، نديله كده زيت عافيه من هنا دوت شويه صغيرين،
بجيب فرشة عشان بس اوزع الايه الزيت في الصاج كويس جدا. زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. يلا يا كبير. ماشي الكلام اهو. بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ شويه زيت اهو، زيت عافيه كده من فوق، احاول اوزعها على الجلاش نفسه، وطبعا ده بيبقى اخف من السمنه بكتير جدا. ماشي حلو كده. حلو، ممكن نديله كده تقليه بسيطه عشان اتاكد ان كله خد خلاص الماده الدهنيه بتاعته. وبعد كده اقوم محمص فين عندي على الفرن. يبقى ده اول حاجه عملناها في التحميص، الحاجه اللي هنعملها. وبعد كده نخش على الكنافه. بسم الله، على الفرن درجه حراره 170 لحد ما ياخد اللون الذهبي، وبعد كده نبدا اللي احنا نطلعه مع بعض عشان نحمص. بص بقى، احنا كل شويه كده هنا في الرز بلبن لازم تقليبه كده على النار المتوسطه، كل شويه نفضل نقلب التقليبه ديت اهو. الاسباتشولا اللي معانا ديت نحط عندنا شويه زيت هنا، ماشي، وهوب نقوم واخدين شويه شويه بقى من الكنافه. ما ينفعش ناخد الكميه دي كلها عشان تطلع متحمصه صح. ماشي ماشي ما شاء الله. نحمص عندنا الكنافه بتاعتنا كده، احنا ايه شغالين 100 100، حاجه تحت السيطره. هناخد بقى الكنافه دي نحطها جنب الفرن، جنب الفرن كده نحطها يا باشا هنا عشان كله يبقى تحت السيطره. ونديها ايه التحميصه التمام. عايزه تحمصيها في الفرن حمصيها في الفرن براحتك برضو. يعني انت لو عايزه مثلا تجيبي ديت اين الزيت، شويه زيت صغيرين. لو عايزه برضو تعملي كده اعملي كده اهو. حطها في صينيه كاتشينوفا المحترمه ديت، واوزع عندي الكنافه ودخلها عندي الفرن تتحمص مع الجلاش براحتك برضو، هتبقى سهله جدا جدا. لو مش عايزه تحمصيها فين، شويه زيت صغيرين من فوق بس. وناخد الباشا ده كده ونروح فين نحمص عندنا الحاجات الجميله ديت هنا. والجلاش بدا، بص هيبدا ياخد لون اهو اهو تقليبه كده، ممكن اثبته ولا بس عشان ايدي حضرتك اهو. وهو في الفرن كده مديله تقليبه عشان كله ياخد لون واحد، ونقفل لحد ما تبدا اللي هو يستوي. امسك الكنافه كده بكسرها بالسكينه عشان انا عايزها تبقى شكل يعني رملي كده، فاهمه ازاي؟ وبعد كده بقوم واخدها تاني وحاططها تاني عندي فين؟ في الفرن لحد ما تاخد التحميصه التمام. والجلاش يا باشا طول ما هو شغال كده في الفرن، بصي بص بقى عامل ازاي؟ هتلاقيه سهل جدا جدا في التعامل معاه. افضلي قلبي فيه كده اهو، اديله التقليبه التمام ووزعيه التوزيعه الحلوه ديت يا عيني، وسيبيه يتحمص. كله معمول، كله ما لسه ما قلبتها وسبتها. دي بالنسبه للايه للكنافه، كل واحده واحده وخفيفه. انا بقول لك زي ما قلت لك، انا ولا احط مش هحط سيرب كمان، فكره ان انا عامله كمان عاملها بسكر البودر. تمام. طيب ده جنيش. الصوصات بقى الجميله بقى اللي بتحط عليه كده من فوق، اللي هو الجناش الابيض بجيبه ونعمل الفستق الكذاب. نعمل كده اهو اهو كده 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 اهو. فستق ده اللي مش فستق، احلى فستق. سنه بسيطه، هو في اسانسه اصلا كمان فستق بالمناسبه، يعني هات سنه لون اخضر كمان. اللون كده عايز بس يبقى غامق سنة بسيطة بس كده، حلو قوي زي الفل بس كده. بالي ده هوت وزي الفل عشان يتحط على الايه الكشري من فوق. جاهز كده
جاهز معانا. ده جناش معمول، كوبايه شوكولاته وربع كوبايه من الحليب، بتحطه على النار، معلقه زبده بس، بتسيبيه يبرد ونبدا ان احنا نشتغل بيه. هجيب المانجا بقى اقطعها مكعبات. النعومي راح فين؟ الحته اللي في الطبق الاخيره دي بتبقى عامله زي الصابونه. ماشي كده؟ طيب. ايه الاخبار هنا الجلاش؟ لا ده فل قوي، ده فل قوي. حمص، خد التحميصه التمام اهوت واللون الذهبي الخطير. هنطلعه كده. ولا اضيف له شربات ولا معمول بسمنه، بزيت. حلو؟ عشان برضو بأكد ان الحاجة متبقاش تقيلة في الاكل. لسه صح؟ شوية كمان. نقفل ونقوم سايبينها شوية. على ما اقطع مانجاية كمان كده حلوة عشان الدنيا تبقى ظريفة كده برضو. لا خالص والله. هيدي المانجا. نقطع كده ايه منجتين اتنين عشان نبدا نعمل طبق الكشري بقى الحلو. مانجو مكعبات. اهو مقطعها كيوبس. خش يا باشا عليا وعلى البوله هنا. اسحل للمانجا. بص بقى القي نظرة حلوة جدا. بص على الحاجة الجميلة اللي طالعة ديت كده. معانا الحاجة الخاصة بالكشري بتاعنا الجميل. خمس حاجات اهم اللي قدام حضراتكم اللي هنبدأ نركب بيهم الطبق. الكريم شانتيه بتفضل تخفقي فيها. ماشي. انا بصراحة عشان بس انا كل حاجة بعملها على الهواء، انا خفقت بيها والله وانا في الفصل لانها تقلت شوية، وزودت لها شوية حليب لحد ما ادتني القوام اللي حضرتك كده شايفاه اهو. شايف عاملة ازاي؟ بس تعال نطلع عندنا الكنافه لان دي اخر حاجه. امال احنا هنديها ايه بقى الكنافه ديت؟ كنافه هنديها سكر بودر اهو كده. جاهزين بقى لايه؟ لتطبيقة الحاجة ديت. يلا بسم الله. هدي أول حاجة، تاني حاجة هنا، والصوص ده آخر حاجة خالص. رز بلبن طبعا، المانجو والكريمة. ماشي. اعملي كميات قليلة لو انت عايز تعملي كميات قليلة. هنجيب بقى نروح نفرد عندنا الحاجة، طقم الشياكة بتاعنا، طقم راك البرسلين، طقم محترم، طقم فيه كل حاجة انت عايزها. امكانيات الطبق نفسه مبهرة كألوان وكشكل، ومش طبق يتحط في نيش، طبق تستخدميه في حاجات كتير جدا. عندك منه طبق الخضار والطبق الصغير وطبق الجاتوه. اطباق دي ما بتتجرحش فبالتالي ما بتشيلش بكتيريا، يعني تشتغلي عليها بشوكة وسكينة يا باشا وكلي عليها زي ما انت عايزة، عمرها ما تتجرح منك ابدا لان كل التكالات والرسومات اللي عليها طبيعية 100%. هناخد عندنا الاطباق الجميله ديت. هاخد بقى ايه؟ بسم الله. ايه شويه الحلوين دول؟ لازم طبعا شويه سكر بودر يبقوا موجودين معايا عشان بقول لك انا مش عامل حاجه تقيله. هاخد عندي اول حاجه، لا الرز بلبن. رز بلبن يا باشا هو ده الاساس. عاملين شوية طبعا ومدينهم السكر يا حمدي ومظبط لهم الدنيا يعني. شوية مانجا.
كنافه محمصه. الله عليك. يلا عايز ايه؟ هندي بس شويه سكر يا حمدي كده على الايه، على الكنافه، عشان كل حاجه تبقى السكر بتاعها مظبوط، لان الكنافه ما فيهاش سكر، ما فيهاش حاجه ولا سمنه ولا حاجه، فخفيفه. ها جلاش اديله اهو، والله شغل عالي. ده البصل. مفترض ده البصل. ماشي. الورد. ماشي الكلام. ادي كده يا عم حمدي، ادي كريمه. مش اهو كريمه كده اهو، بيديله من فوق. حد عايز حاجه تاني؟ نفسه في حاجه تاني؟ مانجا بقى طبعا، اديله مانجا بقى من فوق اهو. وصل بيستاشيو. اخر حاجه خالص بقى يا حمدي. والله انا شايف بقى ولا بصوص بيستاشيو ولا اي حاجه، هو كده انا شايف اللي هو كده حلو قوي، والميكس كده رهيب. وصدقيني انا بقول لك معادله السكر اللي انا عملتها فيها مظبوطه جدا. انا بقول لك اهو الحلويات لازم تتظبط فيها معادله السكر، ما تبقاش الحاجه سكرها عالي قوي. فعشان كده ما حطيتش لا سيرب على الجلاش ولا كنافه، حطيت على شربات كده. يا باشا قدمنا مع بعض الكشري في اطباق ريك. تاخدي بقى المعلقه بالكريمه بالجلاش بالكنافه بالرز بلبن من فوق بالمانجا واديله الرز بلبن اللي احنا معلقين عليه اهو، وما بيتحطلوش نشا. النشا اللي موجوده في الرز هي اللي بتظبط. نار هاديه، بصي ولا بيشيط، والحله ما بتشيطش. بص الحاجه اللي من تحت عامله ازاي اهي، نار تكون متوسطه، ده اهم حاجه. بنا الحاجه الجميله اللي قلناها، الكشري الحلو ازاي نقدر نعمله بمعادله سكر حلوه، تبقى طعمه حلو وخفيف. رز بلبن، الجلاش عاملينه محمصينه بشويه زيت صغيرين، الكنافه محمصينها بشويه زيت صغيرين، مدينا عليه شويه سكر بودر صغيرين قوي، والكريمه خد منها كويس وخفقنا فيها لحد ما تبقى سايله بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، وادينا له المانجا التمام، وقدمناه بالهنا والشفا، وعملنا صوص الفستق اللي قدام حضرتك ده هوت، ده جناش ابيض ولون اخضر، ولو في اسانس عندك لون فستق ممكن تحط عليه، يبقى معاكي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نار يا باشا اقل ومتوسطه. تاني بوريك اهو حل من هنا اهي، مفيش حاجه شايطه، الرز بدا يستوي معاكي. هو ده الرز بلبن، يستوي على نار هاديه الرز يبقى مظبوط، مفيش نشا فيه، تاكلي شويه رز بلبن حلوين. اللي هو الوش المكرمش ده بيطلع ازاي بقى؟ بيتحط الحاجه الرز بلبن بيتصب ويتغطى على طول، فاهمة ازاي؟ يعني تحط عليه صاج من فوق وتسيبيه بره، الوش ده يطلع لك المكرمش اللي انت بتشوفيه بره. نقول تاني، وهو سخن كده بعد ما بيستوي معايا، حضرتك بتقومي حاطاه في اطباق وتقوم غطيه عليه على طول. بعد ما بتغطى بتشيلي بعد ربع ساعة بتلاقي الوش المكرمش اتكون، تحطيه في التلاجة وتاكليه بالهنا والشفا. هنا السكر وربع كوباية، شوية فانيلا صغيرين، ونقلب. كريم شانتيه احنا خفقناها، اقوم واخد بينا معلقتين اتنين، ادي واحد ادي اتنين. بس ايه يعني هي مش بودر؟ لا ممكن يتحط كده وممكن يتحط كده عادي، يعني ممكن تحط كريم شانتيه مخفوق عادي جدا اهو. زي ما حضرتك كده شايفه نار اقل من متوسطه،
حطينا له الفانيليا وحطينا له السكر وحطينا له كل حاجه. صدقيني هتاكل حاجه ان شاء الله تعجبك. معلش بقى لان هو ايه، هو استوى. فبعمل ايه بقى؟ بقوم واخد ده كده اهو، بص بقى، ولا رز كتير ولا حاجه كتيره، كله مظبوط جدا بالظبط، مفيش اي حاجه لا زايده ولا اي حاجه. بتعملي ايه بقى؟ الطبق ده حضرتك بتاخديه ماشي كده، يعني بعد ما بتعملي الكميه بتاعتك كلها، نقوم ايه مغطينه على طول وهو طالع كده. بعد ما بيتغطى بالظبط ربع ساعه هتلاقي الوش بتاعه مكرمش اللي انت عايزاه بالظبط، اتحط في الثلاجه ونقدمه بالهنا والشفا.